للزعيم بكتابة تاريخا جديدا سيكون بالفعل ممتد بالعطاءات الممتدة طيلة السنوات الطويلة التي شاهدنا فيها الزعيم العناوي يعتلي منصات التتويج العالمية. شاهدنا من يؤشرون للزعيم بالسبابة يقولوا بأنه الكبير والكبير جدا، حقق ما يعجز عنه الكثيرين وما زال يمن النفس بصناعة الكثير. بينما الآن المان سيتي السيتيزن، القمر الذي يسطع في أرض البنفسج، البلومون يأتي إلى هنا، البلومون يأتي للتواجد في مباراة اليوم، يأتي للاحتفال مع الزعيم بهذا السرح العملاق، عمالقة الكرة الإنجليزية بالفعل من حققوا بطولات في 3 سنوات أخيرة. كل فضل حقيقة يعود فيها لمجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار بقيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي جعل صرخة المان سيتي تعلو لتسمعها انجلترا بأجمعها. نعم، هذه اللحظات التي يتواجد فيها نجوم السيتي واللي يكرمون الان من قبل سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان. ما اجملها من لحظات حقيقة، ونشاهد فيها نجوم السيتي، نجوم البريمير ليج، النجوم التي نظرت الى بطولة الدوري الممتاز الانجليزي واتت بها، ويريدون بعد ذلك الذهاب الى ابعد من ذلك في اوروبا في الموسم الماضي في الموسم القادم. حديث جميل وتكريم اجمل، احتفالية كبيرة بنادي السيتي. هو لوسكوت الذي ربما سيكون رحيلا قريبا من مانشستر سيتي، بينما هنا جو هارت الذي يستعد للذهاب مع منتخب انجلترا الى كاس العالم، بينما هنا كومباني القائد كومباني، بينما هنا بيلغريني الذي طاف اوروبا ليصنع المجد ولم يجده الا مع مانشستر سيتي، لم يجده الا مع المان سيتي. بقيه نجوم مع مانشستر سيتي، جهاز الفني والاداري، نجوم السيتي تعتلي منصات التتويج. مباراة بالفعل كانت جميلة، كانت رائعة، كانت على مستوى الحدث. التقاء الأشعة البنفسجية بأشعة القمر السماوية الجميلة التي حلت بيننا الآن. نجوم اللي شاركت واللي ما شاركت، هاجم تشيكو ايضا، جو هارت، ليسكوت، ميلينر، سمير نصري، نفاس، اكويرو، يايا توري، كلها اسماء حقيقة سعيدين بالتواجد بينها وسعيدين بالفعل بالاقتراب منهم على مستوى هذه المباراة. الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان بالتاكيد سيسلم الان كومباني كاس الدوري الانجليزي الممتاز. السيتي بطلا من البريمير ليج، السيتي بطلا قادما بقوه، السيتي بطلا سيكون بقوه
بالتأكيد حقق اللقب للمرة الثانية في 3 سنوات قادته فيها شركة أبوظبي أو مجموعة أبوظبي للاستثمار. مبروك للسيتيزن، مبروك للزعيم العناوي، مبروك لهذا الصرع العملاق، مبروك لجماهير الأمة العناوية، لجماهير السيتي هذه الاحتفالية. نعم هكذا نحتفل الآن بهم، وهكذا نتمنى أن نستمر بهذه الاحتفالات حينما يتواجد أبطالا قادمين بقوة في سماء الكرة الأوروبية أو في سماء الكرة الآسيوية. نعم أترككم مع هذه اللقطات على أمل الالتقاء بكم مشاهدينا متابعينا في لقاءات أخرى. تقبلوا تحياتي من كنت معكم أحمد الحامد، وإلى اللقاء. احتفالية جميلة، وما أجمل الاحتفاليات في دار زايد، احتفالية بافتتاح استاد هزاع بن زايد، واحتفالية بفوز السيتي ببطولة الدوري الإنجليزي. جميلة الأجواء ورائعة. أكيد أبو زايد بالمناسبة أني كل أحباء العين بهالتحفة الجميلة جدا، نهني والأحباء لمانشستر يونايتد وشيخ منصور بالتحديد، وكل أحباء المان سيتي في العالم العربي. أنا أعتقد عشنا عشوية جميلة جدا انتهت بالختامية الاحتفالية الممتازة جدا لافتتاح الملعب. نبارك للعين ونبارك خاصة للكرة الإماراتية بهذا الصرح اللي إن شاء الله قريب جدا يكون فيه تتويج بالشامبيونز ليج آسيا بملاء، وهذا كل ما نتمناه للعين. مبروك للرياضة الإماراتية، مبروك الإمارات، مبروك لكل منتسبي الرياضة هذا المسمى وهذه المنشأة الرياضية والمسمى الغالي على العالم.